انت في الصور دي انا شفتها كنت شايفك ورا خالص كده، وعارف اللي هو يعني منزوي في نفسك، زعلان مهموم، بس مش هتعرف تعمل حاجه. الصور دي كانت في فندق الشويفات في الزفت. وكان اللي هو شريف صلاح بتشوفه بيجي المكان والموقع؟ شفته كتير طبعا. امال ايه، مش صاحب الفندق يا باشا؟ ايه السر انه يعمل لإيهاب صلاح ده ولا شريف صلاح يعمل الاوتيل ده؟ صح، لا انت ما سالتوش ايه الصحوبيه دي يعني؟ انا اقدر افتح بقي بكلمه، انا بنفذ وخلاص يا باشا، اللي يؤمر بالباشا. لا ما كانش عندك فضول وانت شغال في الاوتيل ده تساله يا جماعه؟ ايوه اسال اصحابي، لكن مش هسال حد. اصحابك، ما انا ما بقولكش هتسال كام وزير. انا كنت هتشال الشويفات ده، عندك هناك فندق ميراج، وعندك فيرمونت، وعندك الدوسين، الفنادق دي مش شغال، انا بنزل في الفنادق مش شغاله، اللي شغال فيها قاعه الافراح. انت بتعمل فندق في التجمع الخامس، الواجهه الاماميه بتاعته الدائري وظهره فيلا، انا براجل سايح مثلا اسباني هاخده اعزمه فندق الشويفات، هيقول يا محمد يا علي منزلني بفندق قدامه طريق سريع ووراه فلل، ايه الفيو الزفت ده هنا وهنا؟ الناس بتنزل بتعمل فنادق على فيوهات محترم عشان جيست يستمتع. طيب وعندك فنادق اصلا هناك مش شغاله، هل انت ده عملت دراسه لمنطقه التجمع الخامس وهناك الناس اللي في التجمع الخامس قالوا لك يا ريس احنا محتاجين فندق ضروري جدا عشان كميه السياحه اللي بيجي لنا مهوله ومش لاقيين نسكن الناس، نعمل فندق مفيش مشاكل تبع الجيش تبع عم احمد، ايه المشكله؟ لكن انت بتعمل فندق في الوقت الحالي ليه ب 2 مليار؟ وفي نفس الوقت انت الشخص اللي بتقول للشعب جوع نجوع وما ناكلش عشان خاطر مصر ولا عشان خاطر شريف، ما انا ده اللي عمل لي يعني ده اللي كان. انت متضايق من ايه؟ انت متضايق من ايه؟ انت متضايق من ايه؟ ما انت بتاخد فلوس وبتكسب، انت متضايق من ايه؟ مش عايز اسب عشان احنا على قناه لايف قدام الناس، فلوس ايه؟ احنا ام الفلوس واللي جابوها فلوس ايه يا جدع؟ ايوه يا جدع، ما انت داخل تاخد فلوس وما انت حد قال لك انت هتبني الكعبه؟ انت رايح تبني اوتيل يا محمد؟ ثانيه واحده، بكامل ب 2 مليار وانت عندك اللوكسر زي الموز، ما هو كلف 2 مليار برضه راجع ليك انت، هتكسب منه نسبه يا محمد. هكسب ايه وزفت ايه؟ طيب وانت عندك واحد بقى روح سابقك بتاكل من الزباله وانت بتقول له جوع عشان خاطر ما انت شايف اللي بياكل من الزباله من قبل الاوتيل ده ما يتبني. انا عايز دين وام الفلوس، اعرف اعمل فلوس كويس جدا. ايه المشكله يا عم؟ انت من الاول شايف الناس بتاكل الزباله؟ ايه؟ ما انت شايف الاول الناس بتاكل الزباله. ايوه بس شفت اللي بيدير بيعمل ايه وبيقول لهم ايه؟ كنت حجاني اللهم، احنا معانا فلوس اهو ومعانا مليارات اهو، امال انت بتقول ازاي احنا هو انا كنت هو انا عندي كام سنه؟ 100 سنه، عندي 45 سنه. شفت حسني مبارك؟ ما نعرفش مين الناس دي، ولا وبرلمان واعضاء مجلس الشعب واحزاب زفت سياسيه وناس بتقعد ترخي كلام احنا ما بنفهموش. لما طلعت وشفت الله، طب احنا معانا مليارات، قال انت بتعمل كده ليه؟ بتجامل بهم اصحابك والشله اللي فوق مبسوطه ونجيب ومحمد علي اتبسط وكلنا نتبسط وبقيه الشعب بيموت وبياخدوا فلوس قد اللي معاهم مليار مره، حتى راجل ما بيشبعوش وحياه ولاد ما بيشبعوش. بقول لك الست ماشيه بتعمل قصور زي القطر، يخرب بيت هتقعدي امتى؟ فين؟ في ده امتى ولا ده امتى ولا ده امتى ولا ده امتى؟ وكان في واحد قاعد قبليكم في حاجات تجنن ما تحلموش تقعدوا فيها، ما تقول الحمد لله يا عم وركز في البلد. ايه الهبل اللي انتوا بتعملوه ده؟ مليارات والناس ماشيه في الشارع مش لاقيه تاكل، ده يرضي ربنا وبيروح يصلي؟ بيقول لك اصل بيشرب، هو لما هو بيقوله بيشرب وبتاع نسوان. طب انا بقى عايز اقول سؤال كده، هو اللي عمل الموبايل ان شاء الله اللي في ايدك وفي ايدي بيشرب ولا ما بيشربش؟ ما نعرفش بقى بيشرب ولا مش شرب. طب يا سلام، انت هتجيب ورق؟ لا ما في خواجات ما بتشربش اصلا، انا اعرف خواجات ما بتشربش. لا انا بقول وانا بقول لك الشركه كلها بتاعت ابل كلهم ما بيشربوش التزموا. ايه علاقه الموبايل بالموضوع؟ طيب مش انا لسه حاجه قول، فيهم ناس بتشرب وناس ما بتشربش، مظبوط؟ ماشي ماشي. ها واللي عمل الطياره واللي عمل لك القميص منيل واللي عمل لك النضاره؟ ماشي خليني اخلص بقى كلام. اوكي واللي عمل النضاره اللي ايوه ايه بقى ايه الموضوع بقى يا محمد؟ انا عايز اجاوب. طيب بناء عليه ايه؟ يعني مش فاهم انت عايز تقول ايه؟ ما انا هجاوب بقى بناء على ايه؟ ده اللي انت بتقوله، انا بتكلم على الاعلام المصري، ده اللي بتقوله بيشرب، طيب خلاص قطعوا كل الناس اللي في الدنيا بتشرب. وهتطلعوا مصر ومش هتلاقوا غير ماشيين عريانين، لان انتوا ما بتصنعوش حاجه كعرب، ما فيش عربي بيصنع حاجه. ولا انتوا بتصنعوا وانا مش واخد بالي؟ يعني عندنا المكن، مش نجيب المكن من بره ونكتب عليها انتاج مصري. لا، احنا بنصنع مكن؟ لا.
طب ده الراجل المحترم طلع ايه؟ كاذب. ده تقييم. طيب 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 طيب، صلى على النبي يا حاج محمد، صلى على النبي. انت صلى على النبي يا عم، العجوزه دي انا منطقه كنت عايش فيها يعني، يعني مش عايز اقول لك يعني، صلى على النبي كده ونهدى.